ورجعنا لكل حضراتكم مره تانية عشان نكمل كلامنا. معلش كان في مشكله تقنيه في رفيع كده، حاجه في البسيط ما عرفناش من خلالها ان احنا نتواصل مع زميلنا العزيز مينا ماهر، لكن الحمد لله قدرنا نرجع له مره تانية عشان يعرفنا ايه الاجواء الموجوده في فرع النادي الاهلي في الجزيره بعد الفوز الكبير امبارح 5-2 على فريق الجونه. يا صباح الفل عليك يا مينا، اتمنى تكون سامعني بقى كويس المره دي. الو، هو احنا حد باصص لنا في المكالمه دي ولا انا بتهيألي؟ في حاجه مش مظبطه ولا ممكن بس يبقى في ديلي او حاجه كده سمعنا؟ معلش. يا مينا صباح الفل. هيجي. ده ديلي 4 ايام تقريبا. صباح الخير يا كريم وصباح الخير عليك صباح يا الفل. صباح الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وان شاء الله يكون يوم مليان بالتفاؤل والخير علينا جميعا. اللهم امين. الجو النهارده يعني احسن شويه في النادي، الاعضاء بداوا يتوافدوا على النادي بشكل مش هنقول مستمر زي الاول، ولكن بشكل يعني تبدا الحياه ترجع لطبيعتها مره ثانيه. طبعا كل ده مع اخذ جميع الاحتياطات والاجراءات الاحترازيه اللي حطتها وزاره الصحه مع وزاره الشباب والرياضه. نروح لمباراه امبارح. امبارح الاهلي كان عنده مباراه مع فريق الجونه، قدر يكسب ب5 اهداف مقابل 2، ولكن الحاجه المهمه في المباراه ما كانتش النتيجه ولكن كان الاداء. الاداء كان مهم قوي خصوصا ان دي البروفا الاخيره اللي بيستعد ليها الفريق قبل مباراه ام بي يوم 9 اغسطس. اللاعبين كانوا بيأدوا باجتهاد شديد جدا، كل لعيب عايز يحجز مكانه في التشكيله الاساسيه في المباراه. ان شاء الله الفتره الجايه هنشوف فيها النادي الاهلي من جديد في جميع الالعاب الرياضيه بتفوق شديد، وكمان ايضا بالنسبه لالعاب الصالات والالعاب الفرديه التدريبات رجعت بشكل تاني بشكل ان شاء الله الحياه ترجع لطبيعتها مره تانيه ونشوف النادي الاهلي متالق دائما. دي كانت النهارده اجواءنا عن النادي الاهلي. عوده مره اخرى الى الاستوديو. ميرسي وصباح الفل عليك، واتمنى لك يوم سعيد انت وكل اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله هيكونوا متواجدين في فرع نادي الجزيره. على فكره امبارح في النادي كان انا رحت يعني تقريبا على الساعه 4:30، كان في ناس كتير جدا. انا ما اعرفش يمكن النهارده درجه الحراره اعتقد حسب ما انا قريت تقريبا هتبقى 43، هتوصل لكده. نتمنى يعني يبقى في غلط في التقديرات. ولكن امبارح رغم برضو ان 4:30 ده توقيت متهيألي ما الجو فيه لسه ما بيكونش تحسن يعني، بس كان في ناس كتيره جدا في النادي واعمار مختلفه. وانا مش عارف ايه اللي جرى في الجو الحقيقه ده، يعني موضوع التغير المناخي ده اكيد موضوع حقيقي 100%. يعني الصيف زمان ما كانش بالقسوه دي، ولا الشتاء زمان كان بالقسوه اللي احنا بنشوفها الايام دي، فمش عارف سبحان الله. انا بحب الشتاء عامه. وانا زيك. برافو عليك. اه والله العظيم جدا جدا. خلينا بقى نروح بعد كده لبعض الاخبار الايجابيه. زي ما قلنا لحضراتكم برضو حلو ان احنا نتكلم الصبح عن شيء ايجابي، وزي ما احنا عارفين ان كل يوم كده كلنا كمصريين بنفتخر ببعض الانجازات والمشروعات العملاقه اللي الدوله بتقوم بيها. خلينا نقول بقى المره دي ان الدوله المره دي عملت انجاز، وهو المدينه الرياضيه اللي في حي الاسمرات. المدينه الرياضيه هناك بتضم اكاديميات كره قدم، ملاعب قدم وكره سله، كمان اكاديميه للسباحه، اكاديميه كره يد زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي على الشاشه. الهدف ايه من المدينه دي؟ هي خدمه اهالي الاسمرات. اعتقد الصور هتوضح الى حد ما الشكل هناك، بس احنا لما روحنا حقيقي كان المنظر محترم جدا، حاجه برضو تحس كده يا كريم إنسانية. أنا دايماً بحس إن المشروعات اللي من النوع ده مشروعات إنسانية، أنت بتهتم بالمواطن وبحياته، بتحاول إن أنت تحسن من مستوى معيشته، فكل الحاجات اللي زي كده أعتقد إنسانية جداً وجيدة جداً. عندك آلاف يعني آلاف البشر وآلاف الأسر، تقدري تقولي كده بالبلدي بالتعبير الدارج كأنك بتحييهم من جديد، إن الناس دول مش بس كانوا ساكنين في مناطق عشوائية، مجرد العشوائية ما كانتش كفاية يعني، الحقيقة كانت الظروف كمان قاسية جداً لدرجة إن كانت المناطق دي خطر جدا في ان هم يعيشوا فيها. فعشان نشوف تحول جذري في حياه اسر مصريه، اب وام ومجموعه من الاطفال، يتحولوا من حياه عشوائيه بدرجه 1000000% الى حياه انسانيه وادميه وفيها كرامه. وبس يعني كمان ما اكتفاش يعني سياده الرئيس والمبادره دي ما اكتفتش بان مجرد السكن الكواليتي بتاعته اتغيرت، لا ده كمان في ملاعب وفي حياه كامله بتتقدم للناس. صح. في اطفال هتتربى في اجواء لو كانوا اتربوا في الاجواء اللي هم اتولدوا فيها
تقلقي على اللي جاي، يعني تقلقي من الاجيال اللي جايه دي، لكن ده طبعا شيء عظيم، شيء محترم جدا اللي من بيحصل. المشروعات كمان اللي انا بحبها جدا بقى بصراحه هي مثلث ماسبيرو. طبعا يعني طبعاً. اولا انت بتتكلم في هناك كان زي تحس دوله، ودوله للاسف دوله كانت مبنيه بشكل عشوائي او هي صحيح. مش مبنيه يعني، وكمان هناك الحياه غير ادميه كانت تماما. فالقصه اللي حصلت التطوير اللي حصل انا بشوفه برضو من الانجازات الانسانيه جدا طبعاً. اللي كلنا كمصريين المفروض ان احنا نفتخر بيها. تعال بقى نروح لفقره النوستالجيا اللي احنا كنا قلنا للناس عليها. ايوه طبعا احنا كنا قلنا لكم في الحلقه بتاعت امبارح ان احنا ان شاء الله في كل حلقه من حلقات البرنامج هنستعرض معاكم ملمح من ملامح الزمن الجميل. الملمح ده ممكن يبقى صورة فوتوغرافية، ممكن يبقى جزء من مباراة، ممكن يبقى فيديو، ممكن تبقى حدوتة من حواديت الزمن الجميل. النهاردة هنتفرج معاكم على صورة لطيفة جدا، صورة تكاد تكون نادرة من نجوم النادي الأهلي سنة 1978، والصورة دي متاخدة من بطولة كأس مصر بيظهر فيها كابتن زيزو مع كابتن مصطفى يونس، وطبعا بيتوسطهم الكابتن صفوت عبد الحليم، ودي كانت في نهائي كاس مصر سنه 1978. كانت مباراه تقدروا تقولوا ان هي ما زالت عالقه في يعني في اذهان جمهور النادي الاهلي الى يومنا هذا، وانتهت بفوز الاهلي باربعه اهداف مقابل هدفين. وعايز اقول لكم بالبلدي كده الماتش ده ليه حدوته كبيره خالص، ان هو كان وضع لوحده الحقيقه. بص بقى انا هقول لك، يعني انا فاكره وقتها القصه شويه ان المدير الفني في الفتره دي اللي كان مدرب مجري اعلن عن غياب طاهر الشيخ لو تفتكر محمود طبعا. الخطيب طبعا. واحتفظ بيهم كان على دكه البدلاء صحيح. وكان الناس كلها مش فاهمه ليه، والمباراه بدات لما جت الدقيقه هنا كانت تقريبا ال70 والاهلي مهزوم، كان مهزوم وقتها بهدفين لهدف. المدرب بقى قام بالدفع هنا بالثنائي كان الخطيب وطاهر الشيخ، وبالفعل قدر الخطيب والشيخ ان هم يقلبوا تماما النهائي على الزمالك راسا على عقب، واحرز الخطيب هنا هدفي التعادل للنادي الاهلي. فيعني ماتشات بصي ده زمن تاني خالص بلعيبه تانيه خالص بايه ده يعني سبحان الله. بصي عارفه ان هو في مصر دايما كل ما بترجعي بالزمن لورا كل ما بتاخدي جمال اكتر على صعيد البشر، على صعيد الدنيا نفسها، الشوارع، المباني، العلاقات ما بين الناس. بس وطبعا بس اقول لك على حاجه يا كريم، اقول لك على حاجه انا يعني دي وجهه نظري، انا بحس ان انت بتتكلم صح. زمان كان في رقي الى حد كبير في التعامل، في فتره كده غابت مننا بعض المبادئ او يعني الدنيا وحشت شويه. بس انا بحس دلوقتي ان انت راجع لزمان او راجع للفتره اللي هي كانت مصر فيها افضل من ناحيه كمان الاخلاق، من ناحيه التطوير، من ناحيه علاقاتك بالعالم. يعني انا دي وجهه نظري، انا حاسه كمان داخليا احنا ابتدينا شويه نتغير، لان انت ابتديت تهتم بقضايا او بفئات، الفئات دي كانت محدش بيبص لها صحيح. الفئات دي مش هقول مهمشه فقط، لا هي ما كانتش تقريبا في الحسبان. فانا شايفه ان احنا ربما نكون ماشيين في الطريق اللي هو كان افضل أتمنى. زمان بس أتمنى بالعصر اللي احنا فيه. اتمنى، لان زمان ده اللي احنا بنتكلم عليه هو الاصل بتاع المصريين. على فكره احنا عندنا مجموعه من الخصال والطباع والعادات والتقاليد طول عمرها بتميز مصر والمصريين، فمش لطيف ابدا ان الحاجات دي تتغير. يعني دي اساسيات ما ينفعش يتلعب فيها باي حال من الاحوال. طيب احنا زي ما كنا قايلين احنا هنتكلم كل يوم برضو عن نصايح وارشادات رياضيه، وهنا عايزين التقرير ده نعرضه لحضراتكم عشان هو بيتكلم عن التغذيه السليمه، بس هنا قبل وبعد بقى التمرينات الرياضيه. وده موضوع مهم لان في ناس بتاكل غلط وبعدين تتمرن فتتعب، وفي ناس بتاكل غلط وبعدين تتمرن وتتخن. فخلينا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل. We'll be right back.
كلام مفيد والله اللي جبته. كلام مفيد بس سؤالي ايه؟ انت بتتمرن؟ ده منظر واحد بيتمرن يعني، انا سايبها لقدراتك الذهنيه. انت شايفه فيا بطل؟ ايوه يعني طويل، ممكن تكون بتمرن بس. بس عايز اسالك سؤال. اتفضلي. يعني انت اصلا في مشكله يعني عندي انا من ناحيه كريم بصراحه، كريم بياكل كتير يا جماعه، كريم بيفطر كتير، بيتغدى يعني بياكل وما والله العظيم نقنقه لعلمك. انا من الناس اللي ممكن اخد عضه من اي حاجه تقيله، حسيت بالامتلاء والله العظيم زي ما بقول هتلاقيني جعان جدا. عارف ان انت ربنا مديك نعمه. الحمد لله. بصي كده كده ما حدش عاجبه حاله، لا الرفيع عاجبه حاله ولا المليان عاجبه حاله. وبالمناسبه طالما بنتكلم على الرفع وعن التخن، يمكن التفصيله دي بصفه خاصه قد اكون انا اخر واحد في الدنيا المفروض اتكلم فيها، ولكن بعد اذنكم اصحاب الكروش يجمعوا عشان التقرير اللي جاي ده مهم جدا ليكم. في ناس كتير بتواجه صعوبات ما بعدها صعوبات في مساله التخلص من كونتينر الدهون اللي بيكون موجود في الكرش في بعض الاحيان. هنشوف مع حضراتكم تقرير نتعرف من خلاله ايه الطريقه الصح في عمل تمرينات شد البطن. شوفوا معانا التقرير ونرجع نكمل كلام. صباح الخير، صباح النشاط. النهارده هنعرف تمرين البيتر فلاي او الفراشه اللي هو بيسموه الفراشه الناعمه. ده مهم جدا في عمليه التنفس لانه بيقوي اعضلات الصدر وبيقوي منطقه التنفس اللي هي القفص الصدري مع الرئتين، لانه يستخدم فيه تنفس شهيق زفير. ازاي اتمرن التمرين ده في اي مكان، كان في بيت في الجيم في اي حته؟ عن طريق ان انا ممكن استخدم تيوب او اساتك ليها كذا مراحل، كل لون بمرحله. ثبت الاستك وده مهم جدا، حاجه ثابته. امسك الاستك. التمرين ده بيقوي عضلات الصدر وفي نفس الوقت بيساعد على تحسين عمليه التنفس. افتح عشان اعمل التمرين ده صح لازم اقفل صوابع ايدي قدام الصدر. مهم جدا ان انا اقفلها في نفس مرحله الصدر، يعني ما اقفلش فوق ما اقفلش تحت. خل كوعي وايدي نفس، طلع النفس، استرخاء، انقباض، افتح الصدر لغايه مستوى كتفي واقفل تاني. عايز اقوي اكتر شويه عن طريق ان انا ممكن انزل على الارض اي وزن او اي مقاومه ضد الجاذبيه. برضو نفس الكلام، يبقى بنفس اللاين كوعي عند الصدر مش عند كتفي. الاخطاء الشائعه بتاع التمرين ده الناس بتعملها كده وتقفل فوق عند الراس، ده غلط. الصح بتاعها عشان الصدر يستفيد والتنفس يستفيد بتاعي، اخد نفس وطلع النفس تاني. وكل ما استخدمت البطء في التمرين، يعني 1 2 3 4 4 3 2 1، كل ما استفدت اكتر. طيب عايز اصعب التمرين شويه واشغل عضلات بطني معايا، ممكن ارفع ركبتي لفوق تبقى 90 درجه مع الوسط، وايدي يبقى كده مريح ظهري على خط مستقيم، وابتدي اشغل عضلات بطني عن طريق ان هي مثبته الوضع بتاعي. صعب اكتر، هفرد رجليا كده. احنا فدنا عضلات الصدر وده هيشدها وهيساعد ان هي تبقى مشدوده اكتر ومرفوعه كمان. مع الوقت هيخلص الدهون اللي عند المنطقه دي، زائد ان انا بقوي عمليه التنفس وازود الاكسجين داخل جسمي وبعلي سعه الرئتين وبقوي الرئتين في عمليه التنفس. الاهم من التمرين دايما ان انا اعمل اطالات بتاعه التمرين عشان ارجع العضله تاني للمستوى الطبيعي بتاعها. زي احنا هنا عكسنا عمليه التنفس لان المقاومه هتبقى متغيره، ان انا عايز ازق ايدي لبره العكس. ازاي؟ احنا الاول كنا في التمرين بنتنفس كده، في الاطاله العكس. مهم جدا عمليه التنفس في الاثنين
بساعد العضلات المقابلة للتمرين اللي أنا بعمله. زائد أنا شغلت عضلات بطني، أعمل لها ستريتش وظهري. بعد كده أخد نفس جامد عشان أزود نسبة الأكسجين اللي بتخش الجسم. كل ما التمرين كان بطيء هيبقى مفيد جدا، كل ما التمرين كان صح هيبقى مفيد جدا ومش هيبقى مضر لأي مفصل في جسمي. شكرا. والله يا كريم انا كنت من الناس اللي بتروح الجيم فتره، يعني عارف فتره ايه؟ فتره الحظر. اول ما الحظر بدا كنت بروح الجيم، يعني بروح الجيم ازاي؟ بتمرن. اوكي. قبلها كنت بروح فتره وبعدين وقف. دلوقتي لحد هذه اللحظه ما فتحش تاني. يعني اول ما انا قررت ان انا اروح الجيم الحظر جه. رحت قبلها تقريبا بشهر بس. لا بس دلوقتي الدنيا فكت يعني. لا لا لحد دلوقتي الجيم بتاعي ما فتحش. يمكن ده بسبب خاص. بس انا كنت بتمرن بره. اوكي. يعني زي ما كنا بنتكلم امبارح العجل والحاجات اللي زي كده. بس بعد ما خلاص خدت الديسيجن القرار ان انا اروح اتمرن كان شهر، وبعد كده جت الحظر. الحمد لله مش مكتوبه لنا برضه. في حاجات كده بتبقى مش مكتوبه. خلينا نروح بعد كده لمقر موقع جريده الشروق، ومعانا لايف فيو مع ابرز عناوين الصحافه الرياضيه النهارده ومراسلتنا مريم سميح. يا مريم صباح الخير. يا صباح الفل عليكم على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بصبح عليكي يا نهواند وصباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل. عايزة كمان أهنيكم وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. طيب. كل سنة وانت طيبة يا مريم، وكل سنة وكل أهلنا بخير يا رب. وانتم طيبين وبخير وكل مشاهدينا بخير. طيب الأجواء عندك عاملة ازاي بقى يا مريم؟ من مقر جريدة الشروق أخبار الصحف هاخدكم في جولة صحفية لأبرز العناوين الرياضية النهاردة. عندنا من جريدة الشروق تجديد تعاقد مروان محسن مهاجم الأهلي لمدة 3 سنين إضافية لحد عام 2024. هو المفروض أن التعاقد بتاعه كان هينتهي في صيف 2021. طبعا دي كانت تصريحات يعني تناقلها أو تداولها وكيله تامر النحاس. وطبعا احنا عايزين نفتكر برضو أن مروان جه عام 2016 للنادي الأهلي أو تعاقد معاه مقابل 10 مليون جنيه. عندنا برضو من الشروق ايضا ان تقارير صحفيه في بريطانيا اكدت ان نادي هادرسفيلد بيرغب في ان هو يبيع رمضان صبحي لاي نادي اوروبي، بس رغبه رمضان الاصليه ان هو يجدد اعارته للنادي الاهلي. من موقع يلا كورة عندنا منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الوداد المغربي امبارح اتعادل بصعوبة شديدة 1-1 مع نادي مولودية وجدة، ودي كانت أول مباراة تقام امبارح بعد استئناف الدوري المغربي في جولته الـ19 بعد توقف دام بسبب فيروس كورونا. على الصعيد المحلي كمان عندنا من موقع الشروق الكاف حدد مباريات دوري نصف دوري أبطال أفريقيا بحيث أن المباريات الذهاب هتبقى 25 و26 سبتمبر المقبل، والعودة هتكون يوم 2 و3 أكتوبر المقبل. من اليوم السابع عندنا اتحاد الكورة أكد أنه هو هيجري مسحات للاعبين والجميع المشاركين في الدوري المصري كل 3 أيام. ده طبعا بعد يعني اكتشاف أو إصابة 18 ظهور 18 إصابة في الإنتاج الحربي. على الصعيد العالمي كمان عندنا من موقع كورة عندنا نادي الغرافة القطري قال أنه هو بيرغب في ضم فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي الحالي. واخيرا من موقع يلا كوره عندنا اندي جراي لاعب ايفرتون السابق وضح ان هو ممكن يكون في انتقال لصلاح وماني لريال مدريد وبرشلونه. دي كانت جوله سريعه مع اهم العناوين الرياضيه سواء على الصعيد المحلي او العالمي، وتمام كمان خصوصا على صعيد النادي الاهلي. عوده اليكم في الاستوديو مره اخرى. شكرك يا مريم جدا، يعني تغطيه وافيه خلينا نقولها بالشكل ده. صحيح صحيح. طيب طالما كنا بنتكلم بقى مع حضراتكم ومع هوند من شويه على فكره ان في ناس كتير الفتره الاخيره ما كانتش قادره تروح صالات الجيم او النوادي، طبعا الدنيا كلها كانت مقفوله بمعرفه جائحه كورونا، ولكن في الفتره الاخيره الدنيا اتفتحت من جديد
ولكن برضو في ناس كتير ممكن تكون متخوفة أو مترددة في إن هي تروح للنادي أو إن هي تروح صلاة الجيم خوفا من الإصابة أو من العدوى. ففي شوية إجراءات احترازية معينة لازم اللي من حضراتكم مواظب وعايز يكمل في المواظبة على المروح لصلاة الجيم لازم يراعيها ولازم ياخد باله منها. تعالوا نتعرف عليها من خلال التقرير اللي جاي ده. اتمنى يعني النهارده قبل بكره حقيقي ان احنا نخلص من كورونا وتبعاتها. فلنكتفي بهذا القدر. كده المسائل فرطت زياده عن اللزوم. برضه تحب تقول فلنكتفي أيوة بهذا عارف. القدر. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل اولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.